ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم السلام عليكم الإخوان. أنا اللي كتويت على مسجد الإحسان على حساب العداد اللي ديك. الحمد لله احنا دوينا نهار 2 3 جل الحمد لله بجاه الله الكريم جا. وهاد السيد اللي مسكين رئيس الجمعية اللي تيقول لك أنا طلبته على بادج ما عرفتش هاد البادج ديالاش. واش أنا الحمد لله بازقي بالحافة ديالي، أنا حلاق فهمتيني. الحمد لله حنا تنتوجهوا للخير ما تنتوجهوش للشر فهمتيني. وهاد السيد هذا خاصو الا كان جمعيه اول حاجه الا بغيتي تدخل ليها خاصك تدخل ليها بواحد، خاص الانسان يكون معلم الاداب ويتعلم كيفاش يدوي مع الانسان ويتعلم سميتو الخير من القلب ديالو الخالص. الحمد لله هاي المكانه جات نهار 3 الحمد لله. خاصو يكبر بحال البارح الجمعه، الناس خاصهم يتوضاو وخاص الناس يديروا، هو كاع ما مسوق ولكن الحمد لله. المهم ملي جات العداد تنشكو من هذا المنبر، تنشكو السيد المندوب الحمد لله اللي لبى الطلب. السلام عليكم، بصفتي واحد من الساكنه ساتكلم الى ما آل اليه المجد مزابيين بمنطقه بوسكوره، حيث أن الوضع أصبح كارثي. ما كنتكلمش من فراغ، طبيعة الحال المسجد ديال الإحسان اللي كاين في بوسكورة هو الآن في حالة يرثى لها، بحيث أن الزرابي متسخة، وكذلك أن الجمعية أول ما تسلمت المفاتيح ديال المسجد أول شيء قامت به هو قامت بطرد محفظ القرآن. بالله عليك كيف يعقل انك تاخذ المسجد وتجري على الامام اللي كان كيحفظ التلاميذ وبالادله؟ ما كتكلمش من فراغ. تكلم السفيه خيو كلامي صمت. الحمد لله قلت لك تنشكره من هذا المنبر السيد المندوب والسيد القائد والسيد الباشا وكاع اللي سهرانين على هذا المسجد الحمد لله. والحمد لله من جهه الله. المهم حنا فرحنا ملي جات العداد والسكينة فرحت بالمزابيين كامل الحمد لله، كلشي الناس يتسول على العداد. وهو تيقول لك حقا تنتحدى شي واحد تيدير على المسجد، شي واحد عطاني شي حاجة على المسجد. المسجد عندو المحالات ديالو، واحد تقريبا واحد بعث المحالات تياخد منهم واحد سميتو تيصير منهم، والحمد لله المسجد تيصير على راسو ما تيصير عليه حتى واحد. الا بغيتي تعطي تعطي الخير ما تعطيش الشر. اما قضيه المبالغ الماليه فان المسجد هو يتكلف بنفسه، بحيث ان هناك في 3 محلات ما يناهز تقريبا ربما والله اعلم 3500 درهم او 4000 درهم، فهو كافي لكي يصلح المحل. من هذا المنبر تنشكر القناه ديما تيفي الحمد لله هي اللي ديما معانا صرانا معانا. والحمد لله هذاك القضيه ديال التطوع الحمد لله سولوا الناس كاملين ديال السكينه المزابيين بان ذاك السيد الا سولتي دار صغير يقول لك بان ذاك السيد نهار الجمعه تيتطوع من كوفيد. وانا الحمد لله تنتقات على ذاك المسجد باش ما يوقفش من الصلاه، تنجي نهار الجمعة تنطوع في سبيل الله ماشي في شي حاجة أولادي. بأنه هو تيقول لك الباتش ما عندي ما ندير به، أنا عندي رزقي الحمد لله، عندي الحفة ديالي فهمتيني. هما اللي خاصهم يجوا سهرانين على ذاك المسجد، هما تيبانوا رمضان وجا العداد عاد بدو تيوقفوا قدام المسجد ويتباهوا. لا ما خاص الإنسان يدير بحال هكا الإخوان، خاص الإنسان يخدم بلاده ويخدم المساجد ديالو. وشي حاجه اللي غتقيس لينا بلادنا ما عندنا من ديرو بها. الحمد لله حنا تنتوجهوا للخير والله المستعان. الاصلاح فقد تكلفت به جمعيه من احد الجمعيات بالمنطقه،
هي التي قامت بالإصلاح، وهذا إن دل فإنه يدل على عدم الاهتمام ديال الجمعية بصفة عامة. وفي الأخير أختم بقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها، إلى بقية الآية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.